أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلاً. أقول إن قرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلا. عارفين إن القرار مستقل ليه؟ مش عشان أنا، عشان كنتوا. والله والله تاني، قرار مصر مستقل 100%. بس ليه؟ عشان المصريين. محدش هيقدر ابدا يضغط علينا ولا يخلينا ناخد قرارات لا تليق بمصر ومكانتها وشرفها وعزها ابدا طول ما انتم تاني كده. انتم